السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. الله يسلمك. في سؤالين بس. هل السؤال الأول، هل امتناع عن خطبة الجمعة ده في اسم على الممتنع ولا لا؟ لا اسم على الممتنع مات يعني الأصل لا اسم، لكن إن كان يتقاضى أجرا وامتنع وهو يتقاضى الأجر يأثم. لا ولا يتقاضى أجرا، ولكن يعني حد طلب أن هو يخطب خطبة الجمعة، هو بيخطب بالناس وكل حاجة وكويس وعارف يعني كويس وامتنع، ويمكن المسجد الناس يعني ما صلتش في الجمعة. لا إذا كان الناس لن تصلي في الجمعة قد يأثم. نعم أيه، لكن يسأل يعني ينبههم قبلها بأيام، لكن لا يفاجئهم يطلع يخطب لن أخطب ويترك الناس الجمعة يتحمل الإثم. نعم الله يسلمك.